السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مع الأسرة. كلنا يعلم مشاهدينا الكرام بأن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، صلاحه من صلاحها وفساده من فسادها. كلنا يعلم أيضا بأن الأسرة تؤثر في المجتمع وتتأثر أيضا بالبيئة المحيطة بها وتتأثر بكل التحديات التي تواجهها. من هنا اخترنا لهذه الحلقة كموضوع الأسرة والتحديات، اخترنا هذا الموضوع ونحن نحتفي باليوم العالمي للأسرة، فأردنا الحديث عن الأسرة المسلمة والتحديات التي تواجهها. ويسرني أن تحضر معي في هذه الحلقة الأستاذة العالمة نجية الزهراوي، عضو المجلس العلمي المحلي لمراكش وعضو مؤسسة محمد السادس لعلماء إفريقيا. ليلى نجية، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. أستاذة، إحنا في برنامج مع الأسرة كثير ما كنفصلوا في تفاصيل الأسرة، فيما تقوم به في الآليات التربوية. اليوم احنا كنحتفيو باليوم العالمي للأسرة، وأردنا الحديث عن الأسرة المسلمة والتحديات. حبذا لو أعدنا بعض المفاهيم الأساسية للأسرة، نحددوا مفهوم الأسرة ووظائفها وأمور أخرى مرتبطة بها، ونبدأ بالمفهوم. نعم. إذا سمحتي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردنا أن نتحدث عن مفهوم الأسرة، وبطبيعة الحال انطلاقا من هويتنا المسلمة، فيجب أولا أن ننطلق من النصوص القرآنية. جيد. لأن بطبيعة الحال فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم يقول عز من قائل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هنا نلاحظ بأن البشرية أولا بدأت بآدم، ثم بحواء، ثم كما قال تعالى بت منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن فالأسرة الأولى في البشرية هي أسرة آدم وحواء، ثم بعد ذلك بطبيعة الحال تفرعت هذه الأسر فتكون شعوب قبائل، فكان كل العالم. إذن نجد بأن الأسرة حتى في المنطلق اللغوي كما يقول ابن منظور، الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، بحيث يقول أسرة الرجل هي رهطه وعشيرته الذين يتقوى بهم. هذا من ناحية عند ابن منظور من ناحية الاصطلاحية. إذا انتقلنا إلى بحيث المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، نجد بأن الأسرة هي الخلية الطبيعية الأولى للمجتمع، وهي بحيث يجب على المجتمع وعلى المؤسسة الدولة ككل أن تحمي حقوق هذه الأسرة. إذن فهذا هو المفهوم الأسرة. إذن يتوافق المفهوم اللغوي مع الأصل الشرعي. نعم. للأسرة. فأردنا أن نعرج على هذا المفهوم لنمر بعد ذلك إلى الوظائف والمهام التي تقوم بها هذه الأسرة، لأن نلاحظ يعني هناك أكيد حكمة إلهية من كون أن مسألة التعمير في الأرض والاستخلاف في الأرض. نعم. بدأت بأسرة، لم تبدأ بفرد بمفرده، النزول إلى الأرض. نعم. بدأ بأسرة. نعم. هذا أكيد أنه يحمل دلالات على أن العديد من الوظائف التي تقوم بها الأسرة فلن تقوم بها أي مؤسسة أخرى بدون من غير الأسرة. فحدثينا أكثر عن بعض المهام للأسرة. بحيث هنا يمكن أن نقول هناك مهمتين أساسيتين. بحيث هناك المهمة وهناك مهمة أساسية، وهناك مهمة بحيث البيولوجية، وهناك مهمة سيكولوجية وروحية في نفس الوقت. بحيث نجد بأن المهمة البيولوجية وهي مهمة طبيعية عند كل الحيوانات، بحيث ما يحتاجه الإنسان من مطعم ومشرب ومأكل وصحة وأمن روحي وغذاء وغير ذلك. إذن فالأسرة مسؤولة عن توفير هذه الحاجيات الأساسية للإنسان حتى يستمر عيشه،
وفي شكل طبيعي، فلا تؤثر يؤثر فيه نقص من نقص هذه الجوانب كلها. ولكن هذا الجانب البيولوجي، الجانب البيولوجي، ولكن الجانب الأهم في الأسرة والذي تميزت به عن سائر الحيوانات هو الجانب السيكولوجي والجانب الروحي. بحيث هنا نذكر الآية القرآنية: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق البشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فاقعوا له ساجدين. هذه الآية يمكن بمعادلة رياضية أن نقسمها إلى شقين: إني خلقت بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فاقعوا له ساجدين. إذن مطالب مادية عند الإنسان خلق من طين، إذن فهنا الجانب البيولوجي، هذا الخلق البيولوجي أو هذا الجانب المادي للإنسان يتطلب هناك مسائل، يعني المسائل البيولوجية حتى ينمو ويترعرع ويقطع مراسل حياته. حياته يعني هو خلق من هذه الأرض، من هذه الأرض ويتغذى من كل ما فيه، يعني يلبي حاجته البيولوجية من كل ما في هذه الأرض. نعم، من حولها وفوقها. نعم، بطبيعة الحاجة. ثم هناك فإذا نفخت فيه من روحي، إذن فهناك الجانب الروحي والذي يغفله الكثيرون. إذن فكما أن له مطالب مادية فإن له كذلك مطالب روحية، وذلك بزرع الإيمان في قلبه وبرعايته وإلى غير ذلك مما سنراه إن شاء الله. في الجانب الروحي الإيماني في بعده. نعم، أيضا النفسي. النفسي بطبيعة الحال. إذن هذه المهم أو مهمتان أساسيتان للأسرة. نعم، كل ما يدخل في رعاية الجانب الطيني والجانب البيولوجي في الإنسان، المادي والجانب الروحي بطبيعة الإنسان. الروحي. نعم، والسيكولوجي للإنسان الذي تميز به عن غيره من الحيوانات بطبيعة الحال، المخلوقات الأخرى لله عز وجل. طيب الآن تكلمنا على الأسرة عموما، أعطينا نموذج أسرة آدم عليه السلام اللي هي بدأ بث البشرية، لذلك نجد هناك المشترك الإنساني بين كل الأسر العالم، لكن هناك الخصوصية الدينية والثقافية بالنسبة للأسر التي اختارت الإسلام دينا. هذا كيعطيها واحد التميز، واحد الخصوصية ينبغي أن تراعى في هذه الوظائف اللي كتقوم به. فإلى تكلمنا، خلينا الجانب المشترك الإنساني اللي متعارف عند جميع الناس، وأردنا أن نتحدث عن الخصائص التي تميز الأسرة المسلمة بطبيعة الحال. هنا يمكن أن ننطلق، لأن هناك تحديد في الآية الكريمة، رغم أنها يعني آية في كلمات موجزة فإنها تحدد لنا خصائص الأم للأسرة المسلمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم وأزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا هذه هي خصائص الأسرة المسلمة. كيف ذلك؟ نفصل فيها أكثر. إذن أولا جعلها الله سبحانه وتعالى آية من آياته، فالشمس من آياته والقمر من آياته وهذا الكون كله آية من آيات الله، ومن آياته هذه الأسرة، لأن بدأ سبحانه وتعالى هذه الآية ومن آياته. إذن جعل الأسرة آية من آياته سبحانه وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من نفس الرجل خلق له زوجا وهي المرأة، ومن نفس المرأة خلق لها زوجا وهو الرجل. إذن فالزوج لهما معا، المرأة زوج الرجل والرجل زوج المرأة. هذا المصطلح القرآني، المصطلح القرآني هذا يدل. إذن هناك تساوي في هذه الزوج. إشارة مهمة جدا، لأن أحيانا نجد بعض التأويلات وبعض التفسيرات. نعم، من أنفسكم، يعني هي خلقت من 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 الرجل. نعم، من ضلع أو من خلقت من ضلع آدم إلى غير ذلك، بحيث هي زوجه وهو زوجها. نعم، الآية القرآنية تحدد من أنفسكم، يعني الرجل من نفسه هي خلقت. نعم، زوجته، والمرأة من نفسها خلق. نعم، من نفس الجنس الإنساني. لباس لكم وأنتم لباس لهن، بحيث نبقى التساوي في الخلق سبحان الله. سبحان الله. إذن أشرت لأنها أولا آية من آيات الله. نعم، فاستحضار هذه الحقيقة يعطي تغييرا في الأسرة إذا استحضرت بأنها آية من آيات الله. فرق بين الأسرة التي نعم تستحضر بأن هذا مسألة طبيعية تدخل في نعم إطار الحاجات نعم الإنسانية البيولوجية نعم فقط. نعم، بحيث الآية من آية الله سبحانه وتعالى، لو فكرنا في هذه الكلمة آية من آية الله لما ذهبنا إلى هذه التأويلات المعاصرة للآية والتي أصبحت خرجت حتى عن الشكل الطبيعي للأسرة. نعم، بحيث كثير من الآيات الكريمة تذكر بأن الإنسان يجب أن يتفكر وأن يتدبر قول الله سبحانه وتعالى. صحيح، بحيث كل كلمة إلا ولها معنى ولها مدلول.
ينبغي ليست أن نتدبره كي نصح كي نسخ لي صل العبر ونستخلص الفوائد كي نتغذى نعم. فعلا منه نعم. روحا وعقلا نعم. ولغه ينبغي ان نتدبر. اذا هناك بحيث نجد بان في هذه الايه الكريمه كما قلت بان ومن آياته خلقنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. اذا كلمه لتسكنوا ليس السكن، ليس السكن من دار او من غير ذلك، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى البيت الزوجيه بيت سكينه، بين هدوء، بيت للتراحم، بيت للتواد، اذا لتسكنوا اليها، فهو واحه استقرار. يستقر فيها الأبوان ويجعله ويجعلانه بيت استقرار للأبناء، بحيث إذا انعدمت هذه الفكرة وهي بيت السكينة ليست بيت تساكن، ليس المهم أن أهيئ لأبنائي بيت سكن، ولكن أن أهيئ لهم بيت سكينة يرتاحوا فيه ويجدوا فيه الاطمئنان. إذا بيت السكينة هذا إذا هو نشأت عليه الأسرة المسلمة فإنه ستبتعد عن كثير من الانزلاقات التي نعيشها اليوم. جيد أستاذ، نود أن نبقى دائما في هذه الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم وأزواجا لتسكنوا إليها. تتحدثين الآن عن دور الأبوين في جعل هذا البيت فعلا بيت سكينة، لأن أحيانا قد نقرأ الآية ونقول بأنها مسألة قدرية، تلقائيا يتزوج الإنسان يبني أسرة فيكون هذا الأمر قدريا. نعم. كيف نبنيه يعني بناء رقم ما قلته أن ينبغي أن نبني هذا الأمر، كيف ذلك؟ هذا البناء الكلمة التي تمن الآية القرآن ثم أرجع، بحيث السكينة أولا ثم جعل بينكم مودة ورحمة. إذا هذه عناصر الأساسية في بناء الأسرة المسلمة، بيت سكينة، بيت مودة، وبيت رحمة، بحيث يجب على الآباء أولا وقبل كل شيء أن يبنوا هذا البيت بناء ليس إسمنتيا ولكن بناء روحيا، بناء نفسيا، بيت بناء عاطفة، بناء مودة، وبناء رحمة بين الآباء والأبناء. لأنه في الحقيقة إذا نشئ هذا البيت على المودة وعلى الرحمة فإن كل هذه الأسرة تكون بحيث سيخلق لها السعادة وسيخلق لها الاطمئنان، بينما إذا نشئت على التنافر وعلى التباغض وهذا مع الأسف والذي أصبحنا نلاحظه في غابت هذه السكينة، غابت المبادئ الإسلامية عندما غابت فقد عم الشقاء وعم التنافر حتى بين أبناء الأسرة مع الأسف. إذا أردنا أن نجمل أو نلخص خصائص الأسرة المسلمة هو استحضار أنها آية من آيات الله، هي كل الأسر هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لكن إذا استحضرها الإنسان الذي يؤمن بالله ربا واستحضر هذا الأمر بالتأكيد أن في أنه يعمل على أن تكون آية من آيات الله. جميل. لأن آية من آيات الله يجب أن تكون في مستوى هذه الآية، أن نكون في مستوى بحيث كما يقول الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى جعل لنا خليفة للأرض. نعم. بحيث هذه الخلافة يجب أن نكون في مستواها. أكيد. ما معنى خلفاء لله سبحانه وتعالى وما أعظم الله سبحانه وتعالى. إذن فيجب أن نكون في مستوى هذه الخلافة، ويجب أن نكون في مستوى هذه أن نكون آية من آياته، بحيث نجد بأن الملائكة تعتز بالمؤمنين عند الله سبحانه وتعالى. أفلا نعمل حتى نكون ممن يحقق هذه الآية التي دعا إليها الله سبحانه جيد. وتعالى. إذن هي في حقيقتها آية، فلنعمل على جعلها في وظائفها ومهامها. نعم. وما نعم. تعيشه أن نجعلها آية من آية الله سبحانه. إذن فيها الآية، فيها السكن، فيها المودة، وفيها الرحمة. هذه خصائص الأسرة المسلمة. نعم. طبعا ينبغي الاشتغال عليها كي تكون كذلك، كي نكون في مستوى الآية. الآن قلت بأن هذا ليس هو الوضع، للأسف ليس هو الوضع الحالي لكل الأسر. إذا سألنا الناس ما الحلقة المفقودة في الأمر، لماذا هذا أحيانا قد يصل إلى الضنك يعيشه الإنسان داخل أسرته، مشكلات عديدة، المحاكم نجد فيها الطلاق، نجد الضحايا أبناء الطلاق، نتساءل غالبا ما نتهم
الحياة المعاصرة بتوتراتها، نتهم الأشياء التي جاءت لماذا التوتر؟ العولمة، هذه الأمور نتهمها. لذلك ونحن نحدد الأسرة والتحديات أردنا أن نتحدث عن حقيقة هذه التحديات وما له فعلا أثر مباشر على الأسرة وما نتوهمه. ماذا ترين أنت بالنسبة للتحديات التي يتحدث عنها؟ نعم، في الحقيقة هذه التحديات اليوم الكل يعلمها والكل يعرفها. أولى التحديات التي في قمة الهرم يجب أن هي العولمة، وهي هذا الانفجار المعرفي والانفجار التكنولوجي. هذه أولى، هي في الحقيقة هي لها محاسنها، ولكن هي تحديات حقيقة، ولكن إذا استثمرناها ستكون إيجابية بطبيعة، لها إيجابيات ولها سلبيات. ولكن نجد بالنسبة للأسرة هناك بعض السلبيات التي نلاحظها على الأسرة، لأن الأسرة تغيرت في السابق. إذا قارنا بين الأسر في السابق ولا إلى تطور الأسرة، نجد بأن كانت هناك أول الأسر الممتدة، نعم، والتي يعيش فيها الأجداد والأعمام والآباء، نعم، والأبناء والأحفاد، الكل يعيش والكل مرتاح والكل يربي الكل، بحيث كانت هناك تربية متبادلة بين هذه العناصر. تغير الأمر، أصبحت الأسرة النووية المتقلصة التي لا تشتمل إلا على الآباء وعلى الأبناء، وأصبحت مسؤولية التربية هي مسؤولية الآباء خاصة. ولكن إذا أنت تقولين بأن الأسرة الممتدة كان الكل يعين، كان الكل يساعد، لذلك لم نكن، ربما الناس لم يشتكوا قبل هذا، لم يشتكوا من صعوبة التربية ولم يشتكوا من صعوبة الأبناء، لأن كان الكل يساعد في التربية. الآن أصبح الآباء يرفضون أن يكون هناك تدخل من آبائهم في أبنائهم، ولكن تدخلت عناصر أخرى بدون استئذان منها. كيف ذلك؟ اليوم بحيث كما قلت العولمة، بحيث نجد بأن هذه العولمة هو أنها جعلت العالم قرية صغيرة. نعم. وعندما نجد بأن البيئة أصبحت هي بيئة العالم وليست بيئة الأسرة أو بيئة المجتمع، فإنما عندما تتوسع البيئة صعوبة التربية. الفرق، بحيث نلاحظ الفرق مثلا في بيئة بدوية، البيئة البدوية جد منحصرة وجد محصورة، ليس منحصرة، جد محصورة. قارن بين الأسرة في البادية والأسرة في المدينة، هناك نجد مجال الأسرة في المدينة هناك كثير من المغريات. صحيح، وهذه المغريات نعم صعوبة، لأن العالم أصبح كما قلت قرية صغيرة، هناك معك في البيت من يربي، من يربي، هناك الإنترنت وهناك التلفزيون، هناك كل وسائل الإعلام تربي. نعم. كما قلت مربون دخلوا إلى بيوتنا بدون استئذان منا ورغم عنا. وحتى تساؤلات أبنائنا أصبحت تساؤلات أكبر من حياتهم وأكبر، لأنهم انفتحوا على عوالم أخرى. يسألون بعض المرة أسئلة أكثر من سنهم، نعم، لأنهم انفتحوا على مجتمعات أخرى، على عوالم أخرى. نعم. وينبغي أن نتسلح دائما بالمعرفة لنجيبهم على أسئلتهم. في هذه النقطة أستاذة بالخصوص، حتى لا تغيب عني هذه الفكرة، يجب أن نتسلح. هذه كلمة أن نتسلح. تعرفين أستاذ الكريمة بأن المربي الأول في الأسرة هي الأم. نعم. وكما يقول المربون لها وظيفة تواصلية تنقل كل قيم وعادة وتقاليد وكل شيء تنقله من المجتمع إلى الأبناء. إذا كانت الأسرة عموما هي وسيط سيكولوجي بين المجتمع وبين الأسرة وبين المجتمع وبين الأبناء وبين أفراد الأسرة، فإن الأم بالخصوص لها وظيفة تواصلية تستطيع بواسطتها أن تنقل القيم والمبادئ، كل مبادئ وهم يسمى بالتنشئة الاجتماعية. صحيح، لأنها هي مؤهلة فطريا لهذا، لذلك لأن تكون وسطة بين ذلك. والقاعدة التربوية هو أن المرأة يجب، ولهذا نلح على تعليم المرأة وعلى تنشئة المرأة وعلى تربية المرأة، أن تكون في هذا المستوى حتى لا يتجاوزها أبناؤها كما وقع هو اليوم. لأن المرأة إذا لم تسلح السلاح يعني الذي يمكن أن تتواصل به مع الأبناء وأن تنقل لهم قيم المجتمع، فإنهم سيقعون ضحية لوسائل أخرى، يبحثون عن المعلومة في جهات أخرى. إذن فهنا نجد بأن المرأة يجب أن لا يتجاوزها أبناؤها في ثقافتها، يجب أن تكون مطلعة على ثقافتهم وعلى ثقافة عصرهم، لا يكون هناك بون بين ثقافة البيت وبين المجتمع.
بحيث تقرب لهم المجتمع وتقرب لهم كل ما يعيشونه في العالم. طيب إذن هذه النقطة يعني وكأنك تعطينا طريقة لنجابها بعض هذه التحديات، وهي تسلح بالعلم خصوصا بالنسبة للمرأة، أن تتسلح بالمعارف لتعرف كيفية احتواء هذه الأمور. نجد أحيانا حتى ولو حاولت المرأة التسلح بالمعرفة وبالعلم تكون القضية في حد ذاتها مستجدة، تحتاج إلى أدوار أكبر من المرأة، تحتاج إلى المؤسسات العلمية أكبر، لأن هناك دائما مستجدات في، ونحن نتحدث عن التحديات. نعم، أكبر هذه التحديات كما ذكرت في الأول أستاذ الكريمة هو تحديات التكنولوجيا. نعم، هذه التحديات نجد الطفل في السنة الثالثة من العمر وهو يضغط بأصبعه الصغير على تلك الأزرار لكي تحول من هنا إلى هناك. إذن فنجد بأن هذه التكنولوجيا مع يعني مع ما تساعد عليه من تقدم ومن ازدهار ومن اطلاع على العالم وعلى تقدمه وعلى كل ما يمكن أن يبتغي الإنسان، فإنها تحمل لنا الثقافات الغير الذي والتي نحن لا أقول بأننا في غنى عنها، ولكن يجب تمحصها قبل تمحصها أولا. فهل يعني لا نرفض رفضا مطلقا لدون سبب؟ أبدا أبدا لا يمكن رفضها، ولكن يجب أن نسلح الأبناء بما يمكن أن يميزوا بينه به ما هو صالح لمجتمعنا الإسلامي وما هو غير صالح. إذن فالأسرة هي أدلة معقولة. نعم، نعم، يؤمن بها. نعم، هذا الابن. نعم، ولهذا نقول بأن هناك عاملين أساسيين، التربية الإيمانية والتربية الأخلاقية. التربية الإيمانية هي بديل، البديل الذي يمكن أن نواجه به هذه التحديات. التربية الإيمانية منذ البدء يجب أن يتعلم الطفل منذ البدء بأن الله يرقبه، وبأن الحقائق الإيمانية الكبرى، الحقائق الإيمانية الكبرى، الإيمان بالله أولا. ويجب أن لا ننشئ الإبن على بالترهيب، بل ننشئه بالترغيب حتى يحب الله سبحانه وتعالى ويحب ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. إن نشأناه على الترهيب، وإن إياك من هذا فإنه عقابك النار، وإياك دائما بالترهيب، فإنه لا يمكن أن نفلح معه. إذن بناء الفكر بطريقة الحقائق الإيمانية الكبرى. نعم. ثم هناك الأخلاق. الغريب في هذه النقطة أستاذة هو أن نجد بأن كبار الفلاسفة وكبار العلماء ينادون بأنه لا يمكن التفرقة بين الأخلاق وبين الدين. فالعرفيشتي يقول الدين والأخلاق شيء واحد ولا يمكن الفصل بينهما. ونفس ذهب إليه المهاتما غاندي بأن الدين والأخلاق هما أساسيان ولا يمكن الفصل بينهما. فكيف بالمسلم الذي هو ينبتق نموه وتنبتق تربيته بأن الأخلاق هي القرآن؟ وقد قال سيدتنا عائشة عندما سئلت عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلق القرآن. القرآن يلخص جيد كل الأخلاق. ويتوافق أستاذ، يتوافق يعني مع علم النفس. بطبيعة عندما نقول بأن الفكرة إذا اعتبرنا الحقائق الإيمانية هي الفكرة. نعم. فهذه الفكرة وهذه الحقائق تولد شعورا يولد بعد ذلك سلوكا. السلوك. السلوك هو الأخلاق. نعم. أؤمن بالله تلقائيا ينبغي أن تكون عملا أقوم به وسلوكا وأخلاقا وجهنا إليه الله سبحانه وتعالى. ما دمت أؤمن به فمعنى الإيمان بالله هو أن آتي كل ما أمرنا به، وهو أن أنتهي عن كل ما نهاني عنه. فهذا هو الإيمان، بحيث نجد بأن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالله يقتضي أن أؤمن بما أتى الكتب. نعم. وأن أؤمن بما أتى به الرسل. إذن ثم هناك أن أؤمن كما في الإحسان بأن الله يرقبني، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن الله يراك. إذا استحضرت الله أمامي فإنه لا يمكن أن آتي شيئا من غير ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى. تعتبرين أن هذا الأمر سيعيننا كثيرا لأننا نراقب أبناءنا خصوصا ونحن نخاف من الخطأ، إذا كان الأبناء في سن مراهقة نخاف من انحرافات، نخاف فنراقبهم نتابعهم. فترين أن إذا استطعنا غرس المراقبة الإلهية سيكون هذا هو الحل. لا، هو أن يجب أن يتربى على ذلك.
لديك بعض الاشياء العمليه التي منذ الطفوله نعم تقوم بها؟ نعم هنا الاشياء العمليه استاذ ساذكر النقطه الاساسيه في بحيث نحن نربيهم على مراقبه الله سبحانه وتعالى بان يخاف الله. وهنا واحد القصه بسيطه كتذكر لسه هي الادريه اللي هي صحيحه ام غير صحيحه المهم فيها عبره، وهو ان ابو العباس السبتي رحمه الله الولي الصالح وولي مدينه مراكش قيل بانه كان عند شيخه وهو صبي يتعلم يحفظ القران ففسر لهم معنى الاحسان ان تعبد الله كانك ترى فان لم تكن ترى فانه يراك. اراد ان يختبر الاطفال هل فهموا معنى التفسير الذي فسر لهم. فعند خروجه من الحصه اعطى لكل واحد يعني حمامه صغيره فرخ حمامه صغيره وقال لهم اذهبوا الى بيوتكم وذبحوا هذه الفراخ واتوني بها صباحا لكي سيكون الغداء بهذه الفراخ، ولكن بشرط لا يراكم احد وانتم تذبحون هذه الفراخ. فذهب الاطفال وجاءوا في الغد، فجاء كل الاطفال وقد ذبحوا فراخهم، لكن ابي العباس السبتي جاء بالفرخ الذي بين يديه حيا فساله لماذا لم تذبح؟ قال له كل مكان اردت ان اختبئ فيه على الله اجد انه يرقبني. سبحان الله، ليس هناك يمكن ولو تحت الارض ان نختفي فيه ولا يعلم بنا الله سبحانه وتعالى. اذا استحضرنا هذه القيمه فانه مخافه الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان ناتي شيئا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم ذكرت أستاذة نقطة أساسية، العلماء كان لديهم أساليب تربوية عجيبة تبقين هذه الأمور. نعم. الحقائق نعم. الإيمانية الكبرى. نعم ذكرت له الأطفال في المراهقة، هو في الحقيقة نجد بأن العبرة الشائعة هي ليست حديثا وهي مقولة، لاعبوا أبناءكم لسبع وأدبوهم لسبع وصاحبوهم لسبع ثم اتركوا حبلهم على الغالب 21 سنة. إذا مررنا بهذه المراحل كلها مرورا يعني في المستوى فإنه لا يمكن إلا أن نترك حبلهم على الغارب ولا يمكن أن يصيبهم أذى. سيكون البناء متكاملا البناء على نعم. المستويات لأن كلها هذيك السبعة صاحبه لسبع فترة نعم. المراهقة أن تكون له قدوة أن تكون له مثالا، لأن الطفل في فترة المراهقة لا سيما في الشأن الديني نجد بأن الطفل في هذه الفترة يطور على كل ما هو فوق مستواه الأنا الأعلى، ما يسمى بالأنا الأعلى، يطر على كل الأنا الأعلى بما فيه الأبوين بما فيه الأستاذ بما فيه الله سبحانه وتعالى أحيانا. فإذا كانت القيم الإيمانية فوقه. مرسخة بطريقة سوية وسليمة نعم. بالتأكيد أن هذه الثورة نعم. لن يثور على قيمه التي تبناها هو نعم. شكرا جزيلا لك لدى نجية الزهراوي، سعدت كثيرا بهذا الحوار معك فشكرا جزيلا، وشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام، نلقاكم في الحلقة القادمة بحول الله، إلى اللقاء.